أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة، ونتابع خلالها تطورات الوضع في المنطقة، خصوصا على ضوء تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وأيضا على الجبهة اللبنانية، وعلى ضوء أيضا الاتصال الهاتفي الذي كان بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما يمكن أن يكون له من تأثيرات وتداعيات على مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ولكن دعونا نبدأ مشاهدينا الكرام بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. فكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كانت قد أعلنت استهداف سرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين مركب أعد سابقا شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك دون تحديد عدد الجنود. من جانبه أقر جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده بشمال غزة. مجزرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم جيش الاحتلال في غزة. ففي ضربة جوية جديدة استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين غربية مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى عشرات المصابين. الاحتلال تعمد اختيار القصف وقت ذروة، إذ كان يتحرك خلاله النازحون للحصول على الغذاء اليومي. المدرسة تؤوي آلاف النازحين الذين شردهم جيش الاحتلال من منازلهم بقصف أحيائهم المدنية. وبهذه المذبحة يرتفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفتها إسرائيل إلى 190، تزامنا مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى. من جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ما وصفها بضربة جوية دقيقة استهدفت إرهابيين بمبان كانت تستخدم سابقا مدرسة بمنطقة دير البلح. في الأثناء يواصل جيش الاحتلال هجوما بدأوا قبل 6 أيام في شمالي القطاع، عندما أرسل قوات إلى مخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية الثمانية القديمة في غزة وبلدتي بيت حانون وبيت لهيا المجاورتين. مسؤولون من الصحة الفلسطينية أكدوا استشهاد حوالي 130 شخصا في العملية التي تدعي إسرائيل أن هدفها هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. من جهة أخرى أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي غرب جباليا شمالي القطاع، كما أكدت دك حشود لقوات الاحتلال شرق جباليا بقذائف الهوم. وفي شمال قطاع غزة أيضا اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده خلال اشتباكات مع الفصائل. جيش الاحتلال لم يكتفي في هجماته على القطاع الفلسطيني بأكثر من 42 ألف شهيد فلسطيني منذ أكتوبر الماضي ونزوح معظم السكان، بل يزال يكثف قصفه بشكل يومي على مناطق متفرقة من غزة متعطشا لمزيد من الدمار. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل أهلا بك. حياتي لك وللمتابعين. على ضوء العملية الأخيرة والكمين المركب الذي أعلنت عنه حركة حماس، ما الذي يمكن أن نقرأه من خلال هذه العملية؟ وهل يمكن القول بأن فصائل المقاومة ما زالت لديها القدرة على إيقاع قتلى وخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي؟ هذه العملية تؤشر على عدد من الرسائل. الرسالة الأولى أن الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة لم يتم تنفيذها والوصول إلى أي منها على الإطلاق. الأمر الثاني والرسالة الثانية هي أن جهوزية المقاومة الفلسطينية وحماس ما زالت موجودة ليس فقط في القطاع وجنوب القطاع وإنما أيضا في شمال القطاع الذي تم احتلاله للمرة الرابعة على التوالي خلال السنة الأخيرة. الرسالة الثالثة وهي جديدة بما معناه أن انتقال مركز الهجمات العسكرية الإسرائيلية إلى منطقة الحدود اللبنانية مع حزب الله وترك إلى حين الساحة الغزية، هذا لا يعني أن هذه الجبهة لم تعد مهمة للأهداف الإسرائيلية، وإنما هم ذهبوا إلى الشمال من أجل أن يضعفوا حزب الله والعودة إلى قطاع غزة من أجل حسم
ما تبقى من أهداف إسرائيل، وهذا الأمر يتعثر أيضا في لبنان وأيضا في غزة. اليوم وقبل قليل، قبل حوالي الساعة، تم الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي أن ساحة قطاع غزة هي ساحة ثانوية وليست رئيسية الآن أمام الجيش الإسرائيلي. ماذا هذا يعني؟ هذا يعني أن كبر الخسائر التي تتكبدها إسرائيل بقطاع غزة أصبحت غير محمولة، ويريدون أن يتوجهوا لكل منطقة قطاع غزة فقط في الغارات الجوية والإبادة من خلال الهجمات في الطائرات، أو إذا حصلوا على معلومية معينة لمداهمة عينية للحظة معينة. هذا يدل أيضا على أن إسرائيل غير جاهزة لفتح أكثر من جبهة في آن واحد، وتعثر الجبهة اللبنانية خاصة في الجنوب وأمام يعني دعني أقول الجيش الإسرائيلي صدم من إمكانيات حزب الله في المواجهة، ولم يكن يعني يحسب لذلك حسابا بعد كل الضربات التي قام بها لحزب الله. فإذا أخذنا كل هذه الصورة سوية، إسرائيل يعني يتعمق أزمتها ليس فقط في الوحل الغزي وإنما أيضا في الوحل اللبناني. دكتور سهيل، هل يمكن القول على ضوء هذه الخسائر وعلى ضوء ما أعلنته إسرائيل بأن غزة الآن يعني هي جبهة أو معركة ثانوية، هل يمكن أن نقول أن إسرائيل قد وضعت أو ثبتت من أركانها في قطاع غزة عبر تواجدها في المحاور الرئيسية، ومن ثم هي بشكل كبير قضت على الخطورة التي كان يشكلها قطاع غزة على مواطنيها وعلى مستوطنات غلاف غزة؟ 3 نقاط بهذا الموضوع. النقطة الأولى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن هو والأجهزة الأمنية منذ أيار الماضي وقبل اجتياح الإسرائيلي إلى رفح والمحور الفيلادلفي أن العمليات العسكرية الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد انتهت، وأن على الجانب السياسي أن يقوم بتفعيل خطوات سياسية لما جرى من قضايا عسكرية وتحقيق أهداف عسكرية. فلذلك من حيث الجيش هو أنهى مهامه ويعني بنك أهدافه منذ أيار يعني قبل عدة أشهر، ولكن البقاء كان نتيجة والتوغل نتيجة لموقف للحكومة الإسرائيلية والجانب السياسي، وما زال هذا الخلاف قائما بين الطرفين. النقطة الثانية هو أن الانتقال إلى الجبهة الشمالية من أجل تخفيض شروط حماس في أي مساومة على قطاع غزة قد تعثرت وذاهب إلى الفشل، وهذا ما يدعو الجيش الإسرائيلي إلى سحب قوات عديدة من جيشه إضافة من الجنوب إلى منطقة اللبنانية. النقطة الثالثة هي أن إسرائيل لا تستطيع أن تتكبد هذه الخسائر مع وجود قوات احتياط وليس قوات نظامية في قطاع غزة. فلذلك هم يفضلون تقليل الوجود البشري للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة والهجوم بوسائل أخرى سواء بالمدفعية أو من الطيران أو المسيرات وما إلى ذلك، أو بمداهمات عينية ريثما يجدوا طريقة ما هو الخلاص في الجبهة اللبنانية. ونرى الجبهة اللبنانية ليس فقط متعثرة، وإنما حزب الله ينتقل الآن إلى المبادرة، يعني الأخبار الأخيرة بالساعتين الأخيرتين تدل على يعني إمكانيات تسلل حتى إلى الداخل الحدود الإسرائيلية. فلذلك المسألة متعثرة،
والخطوات متعثرة والصورة قاتمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي سواء على الجبهة الجنوبية أو على الجبهة الشمالية. على ضوء هذه الصورة المتعثرة دكتور سهيل، سواء على الجبهة الجنوبية أو الجبهة الشمالية لجيش الاحتلال، كان دائما ما يتم الحديث وعلى مدى أسابيع ضرورة أو اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة. حتى الآن لم تعلن لا القيادة العسكرية ولا السياسية انتهاء الحرب في غزة، ومن ثم لم يجري الحديث عن كل الكلام الذي تحدث فيه المسؤولون الإسرائيليون إقليميا ودوليا وغربيا عن اليوم التالي لحرب غزة. هذه جزئية. الجزئية الثانية، وفي حتى اتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو كان يجري الحديث عن ما بعد العمليات العسكرية في لبنان وضرورة إعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين على جانبي الخط الأزرق. دائما ما يخطو أو يود السياسيون الهروب إلى الأمام لما بعد العمليات العسكرية، ولكن على الواقع الاحتلال الإسرائيلي يواجه عثرات، يواجه خيبات، لا يستطيع أن ينهي أو يعلن انتهاء العملية العسكرية وإتمام مهامه بنجاح. في رأيك لماذا وما الذي دلالة هذا من وجهة نظرك؟ أنت وصفت ذلك بشكل رائع. بما معناه أخذ من كلامك وأضعه بنقاط عينية بالمفهوم المشهد الإسرائيلي. نتنياهو يريد في قطاع غزة استسلام نهائي ورفع العلم الأبيض للفلسطينيين وللمقاومة ولكل الأطراف الفلسطينية، وهذا لم يتحقق. هو ذهب إلى الشمال لكي يضعف حزب الله وليجعل حزب الله وإيران تضغط على حماس من أجل قبول الشروط الإسرائيلية، وهو لم ينجح في ذلك. ماذا تبقى له الآن؟ يتحدثون عن الضربة على إيران وتوسيع دائرة الصراع الشرق الأوسط. هذا هو الحلم نتنياهو، هذا هو حلم القيادة السياسية الموجودة الآن اليمينية والفاشية في إسرائيل. وبالمقابل المجتمع الدولي للأسف الشديد فشل في وضع إسرائيل بالزاوية واستعمال كل الأوراق التي بيديه من أجل الضغط للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية. انظر ماذا حدث بالتتالي تكملة لما أنت تقدمت به. قال نتنياهو بشهر 5 أننا سنذهب إلى رفح وهذه ستكون المعركة الأخيرة للوصول إلى الأهداف الإسرائيلية. ماذا حصل؟ لا شيء. قبلها تحدث عن خان يونس، وبعدها تحدث عن المحور الفيلادلفي. ثلاث إمكانيات طرحت دبلوماسية، الأولى ب5-5 من قبل الجانب المصري باسم الوسطاء، قبلت من الجميع، رفضت من نتنياهو. ب2-7 أعيدت الكرة مرة أخرى، الجميع وافق ما عدا نتنياهو. والمرة الأخيرة في عندما كان مسافرا نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته، كانت هناك المبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار أيضا بقطاع غزة وأيضا في مع حزب الله في لبنان، والذهاب إلى تسوية ومفاوضات عبر وقف إطلاق النار لمدة 21 يوم. الجميع وافق، حتى أن نتنياهو أعطى موافقته الأولية قبل أن يتم موافقة الأطراف الأخرى. ماذا فعل نتنياهو؟ ذهب لاغتيال السيد حسن نصر الله لمنع هذه الخطوة. والآن يوجد أيضا مبادرات كبيرة وكبيرة جدا من أطراف عديدة في العالم للوصول إلى أي شيء. برأيي أن أمرين تعتمد عليهما إسرائيل الرسمية، يعني نتنياهو. أولا، ما زال يحصل على الغطاء الأمريكي بكل ما يقوم به، حتى ولو كان هناك مواقف أخرى أمريكية تكتيكية، لكن الولايات المتحدة لا تستعمل أي وسيلة للضغط على إسرائيل خشنة. والأمر الثاني الذي يعتمد عليه نتنياهو الصمت الدولي، هذا الصمت الدولي القاتل بهذا التوحش الإسرائيلي. دعنا من القضية الفلسطينية ودعنا من قضية حزب الله، لنأخذ الأونروا.
وهذا الهجوم على المؤسسة الدولية هذه. لنأخذ اليونيفيل، ماذا حدث أمس من هجوم عليها في الجانب اللبناني وجرح 2 من العاملين في اليونيفيل. انظر كيف يتعامل نتنياهو مع زعماء العالم، كيف تعامل مع ماكرون عندما انتقد إسرائيل على سياسته وطالب بمنع الأسلحة عن إسرائيل مؤقتا. تعامل نتنياهو معه بشكل مهين، دعني أقول بكلمات ناعمة، على الأقل كانت هناك تعامل مهين وعبر وسائل الإعلام. كيف يتعامل مع بايدن، مع زعماء العالم المختلفين، مع زعماء العالم العربي، مع هنالك انفلات مسرور غير مسبوق، مغطى أمريكيا، مغطى من الصمت الدولي، وهو ونتنياهو وحكومته ماضيان في هذا المسلسل الدموي الرهيب. نعم، كيف ولكن دكتور سهيل، هناك من يقول من المراقبين بأن المجتمع الدولي حتى السياسيون وكل من يتحدث عن ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور فاعل، هم نفسهم ينتقدون المجتمع الدولي، ومن ثم لا أحد يعول على هذا المجتمع الدولي، وزي ما بيقال اليد في المية مش زي اليد في النار، فمن ثم يعني قليل الحيلة هو من يذهب إلى المجتمع الدولي. ومن ثم دكتور، هل يمكن القول وعلى ضوء الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو، هذا يذهبنا إلى محور آخر و يعني مسار آخر ولكن مرتبط بشكل كبير بهذا الصراع، ألا وهو بحث توجيه أو شكل وطبيعة الضربة لإيران من قبل إسرائيل؟ أولا، كيف تنظر لهذا الاتفاق، وما الذي أراده نتنياهو وما الذي أراده بايدن من هذا الاتصال بعد أسابيع من القطيعة عن أي اتصال مباشر بينهما؟ بايدن والإدارة الأمريكية والدولة العميقة الأمريكية وصلت إلى الاستنتاج أن مواجهة إقليمية مضرة للمصالح الأمريكية بالشرق الأوسط وفي العالم. لماذا؟ لأن وصل إلى الاستنتاج أن بعد هذا التوحش الإسرائيلي، وخاصة بعد اغتيالات ما بين إسماعيل هنية وصولا إلى اغتيال حسن نصر الله، أدى إلى أمرين. الأمر الأول أن رسائل حزب الله لم تعد كافية أن تكون رسائل سياسية عبر النار، وإنما ذاهبة إلى أكثر من ذلك، إلى إيجاع وإيلام إسرائيل. والأمر الثاني الذي توصل إليه بايدن أن الإيرانيين جديون جدا بكل ما قاموا به، ليس فقط بالرد الثاني الذي أوجع إسرائيل استراتيجيا، ولا أقول بالأضرار المادية، استراتيجيا أزعج إسرائيل وأقلقها، وأن التصريحات الموجودة الآن هي جدية جدا، وأن إيران نفذ ما يسمى صبرها الاستراتيجي لأي محاولة إسرائيلية للهجوم على إيران. فلذلك هو وصل إلى الاستنتاج أن الموضوع خطر وأكثر بكثير مما توقع، لأن إسرائيل والولايات المتحدة قدرا سابقا وقبل الضربة الإيرانية أن إيران لن تقوم بذلك، وأن إيران مردوعة، وأن حزب الله يدرس الأمور بتأني وصبر استراتيجي. هذين الأمرين سقطا من الحسابات الآن، لذلك تخشى الولايات المتحدة من هذه السخونة الذاهبة إلى المواجهة الإقليمية. وأنا أريد أن أضيف أمراً إضافياً. الأمر الإضافي الذي وصلت إليه الولايات المتحدة أيضاً من أصدقائها بالشرق الأوسط، أن الشعوب الشرق الأوسط، وليس فقط الشعوب، الأنظمة بالشرق الأوسط، ابتداء من السعودية إلى تركيا إلى مصر إلى كل الدول العربية وإلى الأردن، ذاقوا ذرعاً من هذا التوحش الإسرائيلي وهذا الانفلات المصروف، وأن هذا أصبح يشكل خطراً ليس فقط على الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وإنما بات يشكل خطراً أيضاً على المصلحة الوطنية لكل دولة من هذه الدول ولكل نظام من هذه الأنظمة. فلذلك الولايات المتحدة تعرف معنى ذلك، تعرف معنى
ما جرى في اللقاء الإيراني السعودي، ما جرى في التقارب التركي المصري، ما جرى في التقارب فتح وحماس تحت رعاية مصرية في القاهرة لتحضير لليوم الثاني. كل هذا يقول أن هذه الشعوب والأنظمة بدأت ترى وتبتعد عن الولايات المتحدة بصفتها، ما زالت تغطي إسرائيل بكل شيء ولا تقوم بأي شيء لردع هذا الانفلات المسرور لنتنياهو وحكومته. شكرا لك. فلذلك نعم الأمور تأخذها بعين الاعتبار الولايات المتحدة. شكرا لك دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من الناصرة. شكرا. هذا وقد أعلنت الخارجية اللبنانية أن هجوما إسرائيليا جديدا على مقر الكتيبة السريلانكية في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أسفر عن سقوط جرحى غداة هجوم مماثل أدى لإصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح وآثار تمديدا دوليا. ونددت الخارجية اللبنانية بأشد العبارات بالاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي فيما تستمر المواجهات في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وحزب الله. من جديد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مركز قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باليونيفيل في الناقورة جنوبي لبنان، حيث أطلق قذيفة مدفعية على المدخل الأساسي للمركز. وعلى الرغم من الهجمات الإسرائيلية عليها، إلا أن قوات حفظ السلام أكدت عزمها على البقاء في مواقعها جنوبي لبنان وعدم مغادرة البلاد. كان يوما خطيرا ومقلقا للغاية، لأن الجيش الإسرائيلي هاجم أولا موقعا داخل قاعدتنا في الناقورة، فأصيب اثنان من قوات حفظ السلام. الأمر مقلق للغاية، لأن على الطرفين الالتزام باحترام وحماية قوات حفظ السلام التابعة لنا، وما حدث يعد أيضا انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 وانتهاك للقانون الإنساني الدولي. وكانت دول مساهمة في القوة الأممية وغيرها قد نددت بالقصف الإسرائيلي على مواقع وتجهيزات تابعة لليونيفيل والتي تسببت في إصابة جنديين من القبعات الزرق بجروح. الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية أدانت ما فعلته إسرائيل، حيث قالت الحكومة الإسبانية إن الهجمات ضد عمليات حفظ السلام تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. كما أعربت فرنسا عن قلقها العميق بعد الهجوم، وقالت إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن إطلاق النار على قوة اليونيفيل. أما روما فقد اعتبرت أن ما فعلته إسرائيل قد يرقى إلى جرائم الحرب. الهجمات المعادية والمتكررة من جانب القوات الإسرائيلية على قاعدة UNB 131 قد تشكل جريمة حرب، وهي بالتأكيد انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهي انتهاكات غير مبررة بأي ضرورة عسكرية. ما حدث أمس واليوم غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي مبرر للقول إن القوات الإسرائيلية أخطرت قوات اليونيفيل بضرورة إخلاء هذه القواعد. وقد أبلغت السفير الإسرائيلي بأن الأمم المتحدة وإيطاليا لا يمكنهما تلقي الأوامر من إسرائيل. من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق النار على مواقع الأمم المتحدة مطالبا بحماية قوات حفظ السلام. كما أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق لهذا التطور، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال من الضروري ألا تهدد سلامة عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. كما عبرت الصين عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم أن قوة المراقبين التابعة للأمم المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بإجلاء جنودها من مواقعهم في جنوبي لبنان القريبة من الحدود مع إسرائيل. وتزايدت التوترات بين إسرائيل واليونيفيل وإسرائيل والدول التي ينتمي جنودها إلى القوة بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإيرلندا، على خلفية حوادث عدة وقعت في الأيام القليلة الماضية أطلقت فيها قوات الجيش الإسرائيلي النار على مواقع اليونيفيل. وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية اللبنانية. أستاذة كارولين أهلا بك.
أستاذة كارولين أهلا بك. مرحبا. أستاذة كارولين، على ضوء ما أعلن عنه من استهداف لقوات أو لعناصر تابعين لقوات اليونيفيل، ما الذي يعنيه هذا؟ وهل سنشهد تكرارات لمثل هذه العملية على ضوء أنها حدثت أكثر من مرة؟ يعني لا شك هو هذا يعني تجاوز للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن قوات اليونيفيل هي قوات حفظ السلام، هي أتت وجدت اليوم عند الحدود اللبنانية الجنوبية للحد من هذه المواجهات. أما اليوم وقد أصبحنا في صلب الحرب وفي قلب الحرب، يبدو واضح يعني أن هناك تجاوز لكل القوانين، والواضح أن هي يعني كانت واضحة إسرائيل بالقول أن هي تريد إبعاد هذه القوات 5 كيلومتر عن الحدود أو إزالة هذه القوات، وهذا ما لقى يعني ردود فعل سلبية من المجتمع الدولي ولا سيما من الدول المشاركة في هذه في قوات اليونيفيل هذه. وأعتقد يفترض يعني لا يمكن الحسم، ولكن يفترض أن هذه الاعتداءات وهذه الهجمات أن لا تتكرر، لا سيما كما قلت يعني بالنهاية قوات اليونيفيل هي قوات حفظ السلام ولا يمكن تجاوز يعني مواجهتها. ما هو الدور من المفترض أن تقوم به قوات حفظ السلام عندما تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، وما هو الدور الذي يكفل لها وفقا للقرار الأممي من أن تقوم به حتى تضمن استقرار أو وجود السلام وعدم يعني دخول أي طرف على الطرف الآخر؟ يعني لا شك كما قلت هي وجودها لعدم يعني حفظ السلام في هذه المنطقة، لعدم تجاوز الحدود، لعدم يعني حصول مواجهات بين الطرفين بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أن قوات حفظ السلام يعني لطالما لعبت دور الوسيط بين لبنان وبين إسرائيل في محطات سابقة، يعني فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية، في ترسيم الحدود البحرية، يعني كما قلت هي قوات حفظ السلام، وبالتالي اليوم كل هذه القوات أو هذه الدول المشاركة في هذه القوات إذا تكررت هذه الاعتداءات قد نصل إلى مرحلة وتسحب قواتها من الجنوب، وهنا يعني ندخل في مشكلة أكبر. القرار 1701 الذي نص على وقف القتال بين الطرفين ووقف القتال بين الطرفين في العام 2006 عفوا، هو نص على انتشار قوات حفظ السلام على في هذه الحدود، وبالتالي إزالة هذه القوات عن هذه الحدود هذا خرق للقانون، وكما قلت استهدافها أيضا هو خرق للقانون القانون الدولي الإنساني. ما الذي تود أو تريد إسرائيل من مثل عمليات الاستهداف هذه؟ يعني هي لا تريد أن يكون هناك حاجز بينها وبين إقامة المنطقة العازلة التي تريد إقامتها في الجنوب، وهي التي تطبقها عسكريا وبالنار، لأنه هي بعد الخروقات من قبل إسرائيل ومن قبل حزب الله للقرار 1701 ودخولنا في حرب منذ سنة حتى اليوم وتفاقمها وتصعيدها بشكل كبير في المرحلة الماضية، هي تريد إقامة منطقة عازلة في هذه عند هذا الشريط الحدودي وعند هذه المنطقة الحدودية لتضمن سلامة سكان الشمال كما تقول، وهذا هو الهدف من ذلك. نعم، على ضوء أيضا ما أعلن عنه رئيس وزراء لبنان قبل نحو الساعة من أنهم يكررون الدعوة لوقف إطلاق النار ولبنان موافق على هذا، إلى أي مدى هذه الدعوة ينظر إليها إسرائيليا وغربيا أيضا من قبل بعض الدول بأنها جاءت متأخرة، وخصوصا على ضوء ما قام به حزب الله من هجمات على إسرائيل إسنادا لغزة؟ لا شك طبعا، يعني بقدر ما هي هذا التوافق وهذه المواقف اللبنانية التي يمكن اعتبارها اليوم جامعة، وهو ما قاله رئيس الحكومة أن حتى حزب الله اليوم موافق على القرار 1701، لكن للأسف يعني أتت هذه المواقف هي متأخرة بعدما كانت الدعوات السابقة لتطبيق القرار 1701، وكان كما قلنا يعني حزب الله هو يرفض تطبيق هذا القرار، وبالتالي هو يمسك بقرار الحرب وهو الذي
فتح حرب الإسناد. اليوم بات الإسرائيلي يطمع بشكل أكبر ويرفع من سقف شروطه، عندما قبل ذلك كان المطلب 1701. اليوم نتنياهو هو مستشرس إذا صح التعبير في الذهاب بعيدا في حربه، بعدما قضى يعني على حزب الله بشكل كبير، يعني من قياديه ومن شبكة اتصالاته ومن مخازن الأسلحة. اليوم بات نتنياهو يطالب بتطبيق القرار 1559 والذي ينص على نزع سلاح حزب الله. لذا للأسف يعني قد نرى اليوم أن لبنان في مأزق، لسيما كما قلت حضرتك أن البعض يجد أن موقف لبنان اليوم أتى متأخرا. دكتورة أستاذة كارولين، على ضوء هذا وعلى ضوء ما ذكر، هل يمكن أن نتوقع أن يكون، خصوصا أن هذا كان أيضا كلمات ومطالبات للدول في جلسة مجلس الأمن، ضرورة نزع سلاح حزب الله، هل بعد رضوخ حزب الله للموافقة على تطبيق القرار 1701 من الممكن أن يرضخ إذا ما كانت الضربات قاتلة لعناصره وقياداته الرئيسية، أن يرضخ لعملية نزع سلاح حزب الله في المستقبل القريب أو على المدى المتوسط؟ يعني الفترة هذه جدا دقيقة بالنسبة إلى حزب الله الذي تلقى ضربات جدا قاسية، ولكن أعتقد اليوم أن نحن في مرحلة يمكن وصفها بأن الكلمة باتت للميدان وليس للدبلوماسية. كل ما يحصل اليوم هي جهود، هي تحذيرات، هي أمنيات إذا صح التعبير، ولكن لا أعتقد لا حزب الله اليوم سيرضخ ولا إسرائيل اليوم سترضخ. وبالتالي إسرائيل اليوم نتنياهو ذاهب فيما يسمى أو فيما يعتبره انتصاراته. حزب الله اليوم يعول على المعركة البرية التي دائما يعول عليها حزب الله ويعتبر أن هي تكون في صالحه، لكن على الأرض اليوم بتنا يعني في اليوم العاشر من المعركة البرية، وحتى اليوم ليست سهلة لا بالنسبة إلى الإسرائيلي ولا بالنسبة إلى حزب الله. وبالتالي أعتقد من الباكر أو من المبكر اليوم الحديث عن استسلام حزب الله. اليوم الكلمة هي للميدان، ولكن لا شك أن حزب الله لم يعد يعني بعد ما حصل اليوم لحزب الله ليس كما قبله، يعني وضع حزب الله اليوم في لبنان وفي يعني في المنطقة ليس كما قبله، هو تلقى ضربات جدا قاسية، وأعتقد كل ذلك سينعكس على دور حزب الله، على وضع حزب الله سياسيا وعسكريا في الداخل وفي الخارج. على ضوء ما شاهدناه في قطاع غزة من أن إسرائيل وحماس لم يعلن أي طرف انتهاء العمليات العسكرية أو رفع راية الاستسلام، ومن ثم بحسب مراقبين ستظل العمليات القتالية موجودة في قطاع غزة إلى أن يستسلم أحد الأطراف أو كما يقال من يقول أي أولا، هل نتوقع أن يسير نفس المسار بالنسبة لحزب الله وإسرائيل على الجبهة اللبنانية؟ طبعا لا شك من المرجح ان يحصل سيناريو غزه في لبنان، نامل ان لا يكون الحرب تتوسع اكبر في لبنان، ولكن فيما يتعلق باستسلام احد الطرفين، طبعا المساله ليست سهله لا بالنسبه لاسرائيل ولا بالنسبه لحزب الله. كما قلت سابقا، اسرائيل ونتنياهو يعتبر نفسه اليوم في موقع المنتصر، وبالتالي هو لن يتراجع، وبالتالي بدا يقول انه اريد القضاء على حزب الله. في المقابل حزب الله رغم كل الضربات ورغم اعتراف يعني نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم بانعكاسات هذه الضربات على الحزب، لكنه هو اليوم لن يستسلم. أعتقد أنه علينا الترقب وعلينا انتظار نتائج المعركة البرية، وعندها يبنى على شيء مقتضى. وهنا يعني لابد من الإشارة إلى وضع حزب الله الداخلي. وضع حزب الله الداخلي ليس جيد بشكل عام، لا في السياسة ولا في بيئته ومجتمعه. يعني عندما ننظر إلى عدد النازحين الكبير الذي نزح من منطقة الجنوب والبقاع ومنطقة الضاحية، هذا حمل يعني هذا حمل وثقل بالنسبة إلى حزب الله. يفترض أن يجعله يفكر ماليا
بكل قرار سيأخذه في المرحلة المقبلة، خاصة مثلا اليوم الضربات هي تتجاوز الضاحية والبقاع والجنوب والتي تعتبر معقل حزب الله. اليوم كما حصل في الليلة الماضية تم استهداف قلب بيروت، تم استهداف قلب بيروت حيث كان يسكن مسؤول في حزب الله، وإسرائيل تقول أن هي استهدفت هذا المسؤول في قلب بيروت، والنتيجة كانت أنه لا نعرف يعني مصير وفي صفاء المسؤول في حزب الله، لكن سقط 22 شهيدا من المدنيين. وبالتالي اليوم وضع حزب الله ليس على ما يرام إذا صح التعبير. هناك ضغوط عليه من مختلف الجهات داخلية وخارجية، وهذا يعني إذا قرأنا في آخر كلام لنائب أمين عام حزب الله ركز كلامه في رسائل كانت باتجاه بيئته، ويقول لهم علينا أن نصمد، علينا أن نستمر، لن نستسلم، لأنهم واعون على هذه الكارثة التي تعيشها بيئة حزب الله نتيجة فتح جبهة الإسناد التي دخلوا فيها. وأعتقد أنه أيضا حزب الله يعني لم يكن يدرك بأنه سيصل إلى هذه النتيجة. شكرا لك أستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية اللبنانية، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية على شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.